المخابرات الآن. نقطة تحول جديدة في مسار المظاهرات في السودان، المرة دي من قدام القيادة العامة للجيش السوداني. إسقاط النظام كان مطلبنا، لكن عن طريق الجيش اللي دعيناه عشان يقيف مع مطالبنا. استجابة لدعوات أطلقها تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير بإحياء ذكرى انتفاضة 6 إبريل عام 1985 اللي أطاحت آنذاك بنظام الرئيس جعفر النميل في موكب مماثل. خلينا نرجع ونشوف اليوم ده بدأ كيف ووين. بس المرة دي تجمع المهنيين حدد القيادة العامة للجيش وجهة للموكب اللي بدأ في 1:00 PM وهي كانت ساعة الثورة. مرددين الهتافات نفسها من ما يقارب 4 أشهر أردناها سلمية، تجمعنا بآلاف مطالبين بالحرية وإسقاط النظام. ورغم حملات الاعتقال التي سبقت المظاهرات وأطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، إلا أن المظاهرات نجحوا في التجمع في محيط الجيش مطالبين بالتغيير. وانتوا بتشاهدوا الفيديو ممكن تلاقوا نفسكم في المظاهرة، احكوا لنا تجربتكم كانت كيف في التعليقات، ونحن بنسترجع في الذكريات دي مع بعض. اعملوا لايك واشتركوا في القناة وشاركوا الفيديو مع اصحابكم اللي كنتوا بتأمنوا معاهم ايام المظاهرات. موكب المليونية 6 إبريل. تسكت بس 6 إبريل. تسكت بس. الموكب وصل جهاز الأمن والمخابرات الآن.
1980 حرية بنظرة شبابية حرية أنت ملكك يا الله أنت ملكك يا الله حرية ملكك يا الله حرية وتزبط بس الموجة الثاني جاي من اندرمان استاذ جاكسون السيد عبد الرحمن. وصلنا القيادة الحمد لله، وكنا أول موكب يوصل من الخرطوم 2، وبدأت المواكب تتدفق من كل حدب وصوب حتى امتلأت ساحات القيادة بما يقارب 4 ملايين من الثائرين والثائرات. وفجأة في وسط المعمعة وانقطاع الانترنت بدأت تنتشر إشاعات بسقوط النظام. ولكن للأسف كانت إشاعات كاذبة عشان تشتت المتظاهرين ووحدة صفهم. أنا واحد من البلد دي نفسي أمد ليها يدي لأنها يا ما أهدتني لأنها أغلى ما عندي وأنا مهما اتغربت شقيت يا وطني أبدا ما أنسيك القومة للسودان هنا ومهما سويت لك بسيط القومة للسودان رح القومة للصوت الصبح انت تستاهل قدي انت يا كل الفرح القومة للسودان